تصريحات زيدان اليوم عن المنتخب المغربي وعن وليد الركراكي وتدريبه لمنتخب البرازيل. نبدأ الأول بموضوع وليد الركراكي وتدريبه للبرازيل. ماذا قال زيدان عن هذا الأمر؟ انتشر خلال الساعات القليلة الماضية أخبار قوية جدا تؤكد بأن وليد الركراكي من ضمن المرشحين لخلافة تيتي في تدريب المنتخب البرازيلي الصمبا. زين الدين زيدان أكد أن هذا الأمر جاء بعد المستوى العظيم الذي قدمه وليد الركراكي مع المنتخب المغربي في المونديال، ولكن زيدان الأسطورة الفرنسية وواحد من أفضل المدربين في العالم خلال 10 سنوات الأخيرة أكد بأنه يحلم لأي مدرب بأنه يستمر في مشروعه الذي بدأه، أي زيدان بينصح وليد الركراكي أنه يستمر مع المنتخب المغربي ويرفض العرض البرازيلي، لأن زيدان أكد أن أي مدرب بيحلم أيضا بأنه يكمل المشروع اللي بدأه مع أي فريق أو منتخب. أما عن المنتخب المغربي فزيدان أكد بأن المنتخب المغربي سينافس بقوة على المونديال المقبل. المنتخب المغربي لديه مواهب عظيمة لسه هيقدم الأفضل والأفضل خلال الفترة المقبلة. أيضا زين الدين زيدان رشح المنتخب المغربي أنه يحصل على بطولة كأس الأمم الإفريقية القادمة 2023، لأن زيدان باختصار قالها أمام الملايين، المنتخب المغربي أصبح منتخب أوروبي ويفرق فرق شاسع بينه وبين أي منتخب إفريقي آخر.